طبعا مباراة مهمة جدا بالنسبة لباقي المباريات اللي احنا هنشوفها الفترة اللي جاية، مباريات كلها مباريات مهمة ومباريات صعبة. عموما خلونا نروح لفقرتنا الرئيسية، فقرة حائط صد. امبارح انا وانا بتكلم كان ضيفي الاستاذ محمود شوقي والاستاذ عبد الحكيم ابو علم، قلت لهم ان انا استاذ عبد الحكيم ابو علم كان بيتكلم عن الحكم اللي هيحكم مباراه النادي الاهلي للمباراه القادمه امام ميديا ملغاني، لانه لجنه الحكام بالاتحاد الافريقي لكره القدم اعلنت طاقم تحكيم جابوني لمباراه الاهلي وميديا ملغاني. الحكم الجابوني اسمه تانجي مابيامي كحكم ساحة، ويساعده الكاميروني إلفيس جي، والأمام حضراتكم ده حكم المباراة، والجابوني أوربان أوندو ندونج مساعد تاني، وتقريبا يعني للمباراة التانية على التوالي الكاف بيعين طاقم تحكيم مش نخبة ومش من الأسماء المعروفة على المستوى المحلي. عندما يلعب النادي الأهلي كلنا نتوقع، أو عندما يلعب نادي الوداد، أو عندما يلعب نادي الزمالك، عندما الأندية الكبيرة في أفريقيا عندما تلعب نتوقع أنه في مثل مباريات أو في مثل هذه المباريات الحساسة تحديدا يجب أن يكون طاقم تحكيم على مستوى الحدث. حضراتكم شايفين النقاط متقاربة إزاي في هذه المجموعة؟ حط لي المجموعة لو سمحت يا سمير. النقاط متقاربة في هذه المجموعة، وبالتالي بين الفرق الأربعة 6-5 6-6 6-5 4، مفيش مجال للأخطاء التحكيمية ولا للهفوات التحكيمية، لأنه ممكن في ثانية تلاقي نفسك بره البطولة بسبب خطأ تحكيمي، وبعدين يرجع يقول لك معلش وإحنا لا، مفيش حاجة اسمها كده. أنا دايما بحب أبقى باصص للموضوع من كل الجهات. لما يتعين حكم جابوني في مباراة زي الأهلي وميديا ملغاني وبدون فار، خلي بال حضراتكم إحنا ناسيين، بس المباراة بدون فار، المباراة بدون فار يعني إيه؟ يعني لو الحكم قال جون وهي أوفسايد هتبقى جون، لو الحكم قال ان هي مش جون وهي جون خلاص، وحقك ان هي تبقى جون مش هتتحسب، لان مفيش فار يراجع فيه، او مفيش طاقم للفار يراجع كمان. وبالتالي هنلعب ازاي ماتش زي ده في بلد كبير زي غانا؟ مباراة شباب بلوزداد تم تعيين طاقم رواندي برضو زي ما حضراتكم شايفين. الأهلي 6 نقاط، شباب بلوزداد 5 كمان، يانج أفريكنز 5، وميديام 4. يعني ميديام عايز يكسبك بكل الطرق، بكل الطرق، بكل الطرق العادلة وغيرها، العادلة وغيرها، هو ملوش ذنب. اتحاد أفريقي كنا في يوم من الأيام قالوا انه رئيس الاتحاد الافريقي موتسيبي قال انه يا جماعه مش حاجه اسمها ماتش يتلعب الساعه 3 الظهر. اول ما قال كده الاسبوع اللي بعده الاهلي لعب الساعه 3 الظهر. قال لك يا جماعه ما فيش ماتش هيتلعب بدون فار. حتى الان بقاله 3 سنين اهو ولا سنتين الماتش اهو، الماتشات دول تخيل حضرتك ماتشات دور المجموعات في اكبر واغلى بطوله في افريقيا بتتلعب بدون فار. ويقول لك ايه؟ اصل حكام النخبه مريحين عشان لسه مخلصين بطوله افريقيا. طب انا ذنبي ايه كنادي اهلي؟ بجد والله قالوا لي كده، قالوا لي اصل حكام النخبه اسلام مريحين. طب هيريحوا قد ايه؟ البتاع خلصانه، البطوله خلصانه بقى لها اسبوعين ثلاثه، هيقعدوا شهر مريحين. طيب هل من الممكن او هل من المنطقي ان مباراه زي دي في مثل هذا التوقيت وبالارقام اللي حضراتكم شفتوها 6-5-5-4 نقاط الفرق تتلعب بهذا الشكل لما بتبقى النقاط فارقه وواضحه؟ ماشي، مع انه لا يصح برضه بيني وبينكم، ولكن بنقول ماشي. اتمنى ان يكون هناك توضيح لمثل هذه الامور. مش كفايه مفيش تقنيه الفيديو؟ انا مش مصدق. يعني لو الحكم غلط او اللاين مان اخطا خلاص مفيش مشكله،
لانه انا عارف ان الاخطاء التحكيميه وارد وممكن زي ما قلت لحضراتكم تحصل، ولكن من الممكن الفار ما بيبقى موجود بيظبط الامور شويه. لذا ارجو من الساده لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي يراعوا هذا الامر، لانه الاخطاء غير مقبوله وغير مسموح بيها، وللاسف الفريق المتضرر ما بيبقاش له تعويض. وبعدين انا لا قدر الله لو اتغلبت، مش الاهلي يعني، اي فرقه اتغلبت وصاع وطلعت بره البطوله هيحصل ايه؟ هتيجي تقول لهم معلش انا اسف؟ طب مين المفروض ان هو يتحاسب في مثل هذا الامر؟ نفسي اعرف مين. عشان كده بصوا، انا الحقيقه متخوف جدا 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 من مثل هذه المباريات، وانا اديت تخوفي قبل كده ووصلت التخوف بالمناسبه للاتحاد الافريقي من خلال مكالمات كثيره جدا مع يعني حبايبنا اللي موجودين هناك. ولكن في النهايه الناس بيقولوا لي كده، يعني بيقولوا لي انه هناك جيل رائع وقادم من التحكيم الافريقي في القاره الافريقيه. بيني وبينكم احنا شفنا ان هناك اسماء لم تكن على الساحه لعبت في البطولات في امم افريقيا، زي حكم اللي لعب المباراه النهائيه، الحكم الموريتاني اللي لعب المباراه النهائيه لما كان بيلعب للاهلي او لما كان بيصفر للاهلي كنا بنقول مين الحكم ده، ولكن دلوقتي خلاص اصبح من الحكام المصنفين. فهم بيتقال لي ان بيتحط للانديه الكبيره كلها حكام من النخبه اللي هم هيطلعوا يبقوا نخبه. طب انا ذنبي ايه يا جماعه؟ ما تجربهم في ماتشات تانية، او جربهم في ماتشات زي دي بس يبقى فيها فار. لكن بهذا الشكل انا ما اعرفش، انا متخوف جدا جدا من حكم المباراه في مباراه ميديام الغاني. وانا بقول لحضراتكم هذا الكلام اهو من دلوقتي وعلى الهوا، وهنشوف الا يا رب يخيب ظني يوم الجمعه، يا رب ان شاء الله يخيب ظني يوم الجمعه.